بكم في جوشو على شاشة التلفزيون العربي. من بداية الحلقة دي إن شاء الله البرنامج مدته هتزيد، هيكون معنا فقرات ثابتة عن الوطن العربي، وهيكون كمان معنا فقرة فيها ضيوف أنتوا بتحبوه. لكن خلونا على طول نبدأ الحلقة دي. إحنا لسه طالعين من العيد، ما فيش أي أحداث جديدة حصلت ولا أي حاجة جديدة نتكلم عنها. اتكلمنا قبل كده عن الأسعار، السوشيال ميديا، التعليم، الإرهاب، ما فيش حاجة جديدة. فقلنا بقى نشوف حاجة جديدة خالص إن شاء الله حتى برا مصر. نشوف ليبيا، نشوف مثلا اليمن، نشوف العراق، ولا نشوف ايه؟ شوف مصر، شوف معابدها في الأقصر وأسوان، شوف الأهرامات حاضنة الزمان، شوف النيل للحضارات عنوان، شوف سينا، شرم الشيخ، الغردقة، وراس سدر عروس الشطار، وبصوت بلاده جاي يقول سينا أمان، جاي يشوف مصر ويدافع عنها كمان زي ما دافع عنها زمان لما حارب على أرضها ضد العنوان. حارب ضد العنوان؟ عنوان إيه بس يا حنان؟ وبعدين إيه اللي أنت عاملاه في وشك ده؟ كل دي ألوان؟ وبعدين هي دي دعاية لمصر ولا لليونان؟ يا حنان يوم ما هنتكلم مش هنتكلم عن دهب وشرم الشيخ وراس سدر، هنتكلم عن المواطن الغلبان. البلد تعبانه يا حنان. احنا عايزين نبني البلد بسرعه، فلوس بسرعه، دخل بسرعه، احتياط يزيد بسرعه، ما عندناش مشاكل دولارات بسرعه. هو السياحه هي فعلا السياحه. عايز الاقتصاد ينتعش بسرعه، السياحه اللي هتجيب لك دولارات تنعش الاقتصاد. يا استاذ احمد، انت الوحيد اللي حاسس بالبلد. هو ده اللي احنا فعلا محتاجين نتكلم عليه. بس بصراحه السياحه فيها مشاكل اكبر مننا، يعني احنا حاولنا كتير ومش عارفين نرجعها، مش عارفين نرجع السايح. للاسف ما بقاش عندنا امل. أمل جديد بعد غياب 10 سنوات، عودة المجلس الأعلى للسياحة برئاسة السيسي. إذن المجلس الأعلى للسياحة تحت رئاسة رئيس الجمهورية وإعادة التشغيل والتشكيل. المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس السيسي، إذن هي النهاردة بقت أولوية لمعالي رئيس الجمهورية ورئيس الدولة. فإحنا كده الحمد لله رب العالمين ابتدينا مشاكلنا تتحل. أول حاجة أحب أهنيهم على العودة. أنا بصراحة معرفش إيه هو المجلس الأعلى للسياحة أو كانوا فين ورجعوا إمتى بعد 10 سنين، بس اي حاجه فيها المجلس الاعلى اي حاجه بقى انا معاه وبايدها. ده المجلس الاعلى اتكلموا في ايه بس؟ صح، انتوا فاكرينه عادي؟ ده الاعلى. انا بصراحه مش عارف الرئيس هيعمل ايه ولا ايه. الراجل قلع البدله العسكريه ولبس البدله المدنيه عشان ينقذ مصر. مش معقوله يعني هنقعده بالمايوه عشان ينقذ السياحه؟ بس ده موضوع قديم شويه، يعني موضوع المجلس الاعلى للسياحه ده كان من 10 سنين. وضحوا لنا شويه كده عنه، يعني عرفوا للمشاهد. في الاول كان في وزير سياحه كنا نقدر نحاسبه، شخص واحد. دلوقتي في كم واحد هنقدر نحاسبه؟ المجلس الاعلى للسياحه برئاسه السيسي، التشكيل الجديد بيضم 20 وزيرا ومحافظا واثنين من الخبراء. 22 وزير هيحلوا مشكله السياحه؟ دول اكتر من السياح اللي بيجوا هنا. بس اكيد المجلس الاعلى للسياحه ده عنده افكار من بره الصندوق، يعني ده المجلس الاعلى، ده الصح. اكيد عنده حاجه كرييتيف. احنا مقترحين اقتراح كويس قوي اللي ادانا الفكره بتاعته السيد رئيس السيسي لما جه في الخطاب بتاع افتتاح البرلمان. قال انه السنه دي احنا عندنا اول برلمان في مصر من 150 سنه. طب ما نحتفل بيه 150 سنه، طب ما نحتفل بيه. نعزم كل برلمانيين العالم يجوا مصر ويلفوا كده حوالين الهرم الكبير ويقولوا فتحي ولا عشان خاطر عايزين ده الصح. فكرة حلوة، نلف حوالين الهرم كلنا واحنا ماسكين ايد بعض كده. ايه المشكلة يعني؟ ما احنا طول عمرنا بنحل المشاكل كده. كهربا في الاقسام، ثبت سنم مع المعارضة، قفشت الملك في التحرير. حلول لطيفة والله. طالما عندنا مجلس اعلى اللي هو الصح، يبقى اكيد عندهم خطة لاستعادة السياحة. بتفكر ازاي في استعادة السياحة الى مصر؟ احنا عندنا خطة عاجلة اللي هي الخطة المعروفة بستة بستة. المجموعة الاقتصادية بالحكومة تعتمد خطة 6 في 6. ايه 6 في 6؟ 6 في 6، 6 في 6. عارفين 6 في 6 دي ايه؟ رقم ما تنسوش ان 6 في 6 ب 36. استاذ معتز افهاتك افهاتك يا استاذ معتز، مبوظ لنا السياحة. بس ايه 6 في 6 دي؟ يعني انا اسمع عن 4 4 2 3 4 3، لكن 6 في 6 دي نلاحق بيها قدام غانا مش في السياحة.
مش خطه رئيس مجلس اعلى خالص للسياحه، مش الصح كده. لا انا بطالب بتغيير المدير الفني كده، مش هيجي لنا اي سياح. حد من وزاره السياحه بيقول ان وزاره السياحه حاطه خطه ان احنا عايزين نوصل مش عارفه امتى يبقى عندنا 10 مليون سائح. النهارده وزاره السياحه بتقول انا عايز ارجع 11 مليون سائح. وزير السياحه بيشتغل على انه يبقى عندنا السنه الجايه 12 مليون تقريبا. احنا ممكن ندخل 30 40 مليون والله لا سائح جدا. استاذ احمد نفسي تكمل جمله على بعضها، تقولها كده كامله مره واحده، جمله مبتدا وخبر، فاعل مفعول، لكن كل جملة كده. المهم يعني مش قلت لكم ان في خطة؟ في خطة علشان يجي لنا 40 مليون سايح في سنة. سنة كمان بقى وهيجي 80 مليون، يبقى كده كل البلد أجانب وإحنا اللي نبقى سياح. المهم خطة عبقرية. يلا نبدأ بقى، عايز أحس بفلوس السياحة، عايز أمشي كده أتكعبل في السياح. من الأخبار المهمة أيضا النهارده وصول 160 سايح إنجليزي لمطار الأقصر. 160 من 10 مليون؟ لا كاتب 180 190. طب لا هانت يا جماعه، يعني خلاص الرقم قرب، ما بقاش كتير يعني. هم ما نحبطش يا جماعه، ونبص نص الكوبايه المليان، نبص لخامه السائح. والسائح الانجليزي هو نوعيه خاصه من السائحين. هي دي الروح اللي انا عايزها، نبص لخامه السائح، نوع السائح. السائح الانجليزي ده كده تمسكه كده من خدوده تعرفه على طول. السائح الانجليزي ده نادر من نوعه، خلاص قرب ينقرض. يعني تقريبا في منه 200 واحد في العالم كله، 40 في شرق اسيا و160 عندنا. وما تخافوش يا جماعه، احنا هنعرف نتعامل معاهم، مش هينقرضوا. السائح الانجليزي ده بياكل اي حاجه، عكس المكسيكي. المكسيكي ما لقناش تاكل ناكله له قتلناه. السائح الصيني مش لاقيين رز هنجيب له منين؟ لكن السائح الانجليزي ده بترمي له اي حاجه كده بياكل عادي. هنا بقى بيظهر الابداع في الحل، نلعب على السائح الانجليزي ونعمل له دعايه محترمه عشان نبهره بمصر. والله العظيم يا جماعة احنا عندنا مناظر طبيعية ما هي موجودة في العالم كله. انا لفيت غالبية بلاد العالم، عمري ما شفت المناظر الموجودة اللي احنا شفناها في الصور دلوقتي دي في اي بلد في العالم. مفروض نروج ده، مفروض ناخد هذه السيديهات ونروح نعرضها في قنوات برة حتى لو ندفع لها فلوس. ما هو السائح لما يشوف المنظر ده يقولك اوه انا هروح. اوه انا مبهور، فكرة نيو جدا، جايزة أحسن حل تسعيناتي لتعيد حساسين يا جماعة، فكرة عبقرية. أصل هم السياح كده نقطة ضعفهم السيديهات، نعمل لهم سيديهية ونبعت واحد بره يوزعها على السياح. السايح أول ما يشوفها يقول لك أوه أنا هروح. يا سيدي لو ده اللي هيرجع السياحة نعمل لهم، مفيش مشكلة، شوف شركة سياحة محترمة كده ونعمل سي دي ونوزعها على السياح علشان يجوا مصر ويعيشوا عيشة المواطن المصري. نفسك تعيش المغامرة؟ زهقت من الطرق الأربع حواري؟ مليت من منظر الشجر والورد والحقول؟ بتقابلك يافطة أسرتك بانتظارك؟ وهدئ السرعة الآن مع شركة تحيا مصر للسياحة. تعال وعيش عيشة المواطن المصري مع عرض عيش سفاري، دعما للسياحة واستقطاب السياح. احجز تذكرتك ذهاب واو ده، احجز تذكرتك مع أفخم أنواع الطيران. شركة جو باس للطيران أو الأوتوبيس جو طائر، كراسي ثلاثة راكب قلاب. عيش سفاري، هنزلك مظاهرة، هتستلم خل قناع غاز يدوي الصنع، وهنديلك فرصة 10 دقايق تجري، وبعديها على طول هنسيب عليك الأمن المركزي، ولو ربنا كرمك وعدتهم هتقابل المواطنين الشرفاء بالشوم. بعد الأمن المركزي والمواطنين الشرفاء هتلاقي مجموعة متكونة من 25 متحرش على أعلى مستوى من المهنية. عيش سفاري، هنشحططك في مستشفيات الحكومة، هنشحططك في الإسام، هنشحططك في المؤسسات الحكومية، المهم هنشحططك. تعال مصر وعيش عيشة المواطن المصري، تعال مصر وعيش المغامرة. شركة تحيا مصر، تعال وسيب الهوم ونودعك، هتنسى الهموم للأبد للأبد للأبد. تنويه: الشركة غير مسؤولة عن موت أي سائح، وسوف تقوم الشركة بتسليم كل السياح الجنسية المصرية منعا عن المساءلة القانونية. هي دي الدعاية، أنا متأكد 100% إن الكلام ده هيجيب مع السياح. مين مش عايز يكسر روتين؟ ناس عايشة حياتها في حرية ونظافة وأكل نظيف، يع إيه الملل ده؟ لكن إحنا بنعمل لهم بروجرام مليان إثارة وتشويق ومغامرات عشان يجوا بقى، بدل ما السياحة ما هي مضروبة كده. السياحة يعني زي ما بيقولوا في بلدنا بعافية شوية، وما شاء الله السياحة حدث ولا حرج، يعني مش لاقيين مكان أصلا فيه سياح. تعرفوش نفسكم ما فيش سياحة، يعني ما في دول
ما عندهاش سياحة وخلاص، انت ايه يعني مش دولة سياحية؟ اصل دي صناعة يعني ليها قواعد واسس وبلاوي، انما احنا واخدينها فهلوة. عايز ايه؟ اوكي اي وونت. لا والله ما تلاقيش، صاحب الشركه فصل مترجم، ما فيش اجانب. اوكي انا اتحدث العربيه نص نص. يا فرج الله، يا نهار ابيض، ده انا تحت امرك. اوكي اريد تورسياهي. ده انا هشيلك على كتافي والف بيك مصر كلها، اعمل لك تور سياحي على كتافي. انا لا افهم شيئا والله ولا انا، بس مش مهم، المهم ان مصر كلها في خدمتك. حتى بص يا دنيا لما تدوني مصر كلها في خدمتك. هقول يا ها، بس بقى شويه اسئله لازم ناخدهم منك، لزوم الاجراءات بقى الروتينيه وكده. اوكي مش عشانك، عشان الورثه. يس يس. هل معك فكه 100 جنيه جنيهات فضه؟ ماذا؟ مش هتروح الاهرامات؟ يا مش هتركب حنطور؟ ايوه. مش بتدفع اكراميات؟ ايوه ياس. امال ايه بس؟ انا لا افهم شيئا ولا انا، بس دي اجراءات روتينيه، اسمع بس. السؤال التاني، هل تعاني من حساسيه ضد الغاز المسيل للدموع؟ غاز؟ غاز ميدان التحرير، بوليس مان، باي باي فور ايفر. جود غاز، جود جود. ده انا هعمل لك تور سياحي هيطلع من نفوخك. اوكي. بص السؤال الاخير بقى، هل شاهدت النائب سعيد حساسين وهو يهنئ الملكه اليزابيث بعيد ميلادها؟ اوه سيد، انا كتير مبسوط اننا نرى حساسين في انجلترا. يا ابن الذين حساسين، وانا اللي بحسبه بيقبر علينا. مشهور عندكم في انجلترا؟ يس يس. اخر سؤال بقى، اخر سؤال. اوكي ولا اقول لك؟ بص خد السي دي ده، فيه كل البروجرام بتاعنا. أوه. اتفرج عليه. yeah. وان شاء الله هتتبسط. اوكي شكرا شكرا. اي خدمه يا باشا. هتوحشنا والله يا خواجه، استنونا الفقره الجايه. مرة تانية في جوشو، عرضنا في الفقرة اللي فاتت شوية مشاكل من اللي بتقابل السياحة، وعملنا مجلس أعلى للسياحة وأيدناه، مش علشان حاجة قد ما هو علشان ده الصح. فعلى طول خلينا نخش في الحلول، خلينا نشوف حلول لمشكلة السياحة. طبعا انتوا عارفين مين بقى اللي حاسس بالبلد، مين اللي على طول بيبهرنا بحلوله اللي بتجيب من الآخر. والسياحة القاطرة السريعة جدا جدا، أكتر من أي حاجة، أكتر من القناة وأكتر من التحويل وأكتر من أي حاجة. محتاجين شوية حاجات بسيطة تتعمل. هنا 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 يا استاذ احمد، هنا مش في وش المشاهدين. انت هترجع علينا ولا ايه؟ انت متغدى ايه النهارده؟ وبعدين انا والله امنيه حياتي تكمل جمله، يعني كمل جمله كامله كده على بعضها، مش لازم مفيده، بس قول جمله كامله واحنا نعديها لك. روح انت بس كده يا استاذ احمد، ارتاح يعني، ارتاح وخد الدواء بتاعك، وبعت لنا حد يحاول يحل الموضوع ده. ملكات جمال العالم الحقيقه بيقوموا بزياره حالية لمصر، يعني يا بخت مصر بيهم 60 ملكة جمال مرة واحدة. ده نوع من الدعاية الجيدة جدا لمصر. ياريت نشير صور ملكات الجمال لكل أصدقائنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. بلاش بلاش يا أستاذ ممتاز،
احسن لك بلاش الشباب يعمل شير على السوشيال ميديا، لان احنا لو بطلنا نفكر بالنص الفوقاني ونزلنا لتحت شويه لارض الواقع، فكر كده معايا، انت عندك 60 ملكه جمال جايه مصر، كده معناه انك هتلاقي الفتره الجايه اخبار كتير عن حاجه واحده بس، سائحات بيتعرضوا لتحرش، الشباب الواعد اللزج اللي مش رايحين يتفرجوا على الاثار بيحاولوا يتحرشوا بالناس، تلاقي لازق كده بغيره في السياح، خمس ست اجانب لا يتعدوا على الصوابع وبرضه هاجموا عليهم ولازم يتصوروا معاهم اجباري. واتس يور نيم؟ فوتو فوتو. بتتشد من دراعاتها، بتتشد من رجليها، بتتضرب، وفي الاخر بنقول السياحه. يعني هي ناقصه مصايب، هي المشرحه ناقصه قتله. اغتصاب واحده من السياح في فندق في شرم، اغتصاب سائحه داخل فندق من امن الفندق. البعض ينظر الى السائحات على انهم لحما حلالا طيبا. احنا بنبص للسياح على انهم لحم حلال؟ لا 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 لا، الشعب معروف انه نباتي بطبعه. فرضا بقى لقينا تحرش، فرضا نعمل برضه سيديهات توعيه تاني ونوزعها على الناس في الشارع عشان تتغير، نشهر صور توعيه على النت، نلزق موسيقات في الخارج، نكلم الاعلام يكلم السياح بره نقول لهم اتفضلوا على مصر. ناس كتيره جدا نفسها تيجي ومش عارفه. لو السياحه زي الفل اهي قدامنا حاجه حلوه قوي، السياحه في مصر حلوه يا اولاد. حاجه حلوه 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 حلوه. شايفين قصدك ايه بالظبط؟ بس حلو قوي. فانت لو بتدرس الموضوع من البعد السياسي، لا انا درسه من البعد ده، كسبت سيبنا من الابعاد بتاعت عام. حاجه حلوه 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 يعني. لا ورانيا فرحانه جدا. بعد سياسي ايه اللي انت بتتكلم فيه وعمرو قاعد جنبك؟ عمرو قاعد بركز في بعد تاني خالص. على البعد مين علمك؟ على الهجر مين اساك؟ ده ايه الرومانسيه اللي طفحت عليك مره واحده دي يا استاذ عمرو؟ يا جماعه عايزين ننشر صوره مصر صح، محتاجين ملصقات كتير في كل اوروبا نقول لهم تعالوا مصر. شفت طبعا الاعلان اللي في المانيا اللي فيه غلطه في اللغه. ماشي. موضوع الملصق السياحي اللي كان متعلق فيه معرض سياحي، كاتبين للناس في فيينا تعالوا مصر عليكم اللعنه، استخدمت كلمه تعني اللعنه الحقيقه في اعلان. يعني الملصق قدامكم على الهوا بس بالالماني، ده كان ملصق سياحي في معرض في فيينا. عادي اللعنه، تعالى الى مصر اللعنه. فبيقول تعالوا زوروا مصر عليكم اللعنه، وعليكم اللعنه دي كلمه مؤدبه، يعني هي ترجمه كلمه مؤدبه. تعال إلى مصر اللعنة. تعال إلى مصر اللعنة. اللعنة؟ اللعنة إيه بالظبط؟ لا أنا محدش يقلعني حاجة، أنا وطني آه ونفسي أنشط السياحة، بس مش كده. في يا جماعة؟ إحنا بنحاول نقلل التحرش ولا نزوده؟ وبعدين نعذرهم عادي، إيه يعني عملوا ملصقات غلط في ألمانيا؟ مش مهم، اللغة الألمانية لغة غريبة عننا برضو، أهم حاجة عندنا اللغة الإنجليزية، المسؤولين عندنا في السياحة عربي وإنجليزي. أنا عايز أقول لكم حاجة من هيئة تنشيط السياحة. في مسابقة المكاتب الخارجية، حضراتكم عارفين احنا عندنا تنشيط سياحة ففي مكاتب خارجية وبتاع. رئيس قطاع السياحة الدولية و34 موظف في هيئة تنشيط السياحة سقطوا في الإنجليزي. سقطوا في امتحانات اللغة الإنجليزية. ده بس ستوب هنا. لأن أنا لما قريت الخبر شعري وقف. لا 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 دي سهلة، سهلة خالص، معروفة، نعمل لهم مجلس أعلى للغة الإنجليزية. وطبعًا عارفين مين اللي هيمسكه. وده برضه هيبقى اعلى، يعني ده الصح. ليه؟ عشان احنا محتاجين نخاطب الناس بلغتها، نخاطب الناس بحاجه تفهمها. اهم ملتقى لشركات السياحه والمستثمرين في السياحه في العالم فين؟ في بورصه برلين. معرض وبورصه برلين. المسؤولين في السياحه استغاثوا بفرق رقص شعبي في بورصه برلين الدوليه. في عرض عباره عن فتيات لابسين لبس الرقص الشعبي. رقصت. وتنورة. وزير السياحة وهو معدي فبيسقف لهم يعني هو الرقص ماشي، هم بيحاولوا اوكي يعني عشان يروجوا للسياحة في بورصة برلين الدولية. ايوه بقى، هي دي الحلول ولا بلاش؟ هم السياح كده يحبوا ويموتوا في الشخلعة. بس يعني المرة الجاية يا ريت فعلا ننقل التجربة كاملة، شوية رقصات، ما واحد بيلم نقطة، يا سلام بقى لو أوكا أورتيجا، ومفيش أي مانع من سيجارتين حشيش، كده بقى القعدة تحلو في حواري برلين. بس يعني لما دي طريقة الاستقطاب اللي بتعملوها، متوقعين يعني السياح اللي هيجوا هيبقوا عاملين إزاي؟ بيجي لنا سياح عايزين اللي يصرف عليهم. سياح يعني أنا آسف في الكلمة بس يعني بلاش نقول، والسواح يعني اللي بيجوا لنا يعني واخدين على الفصال وحالتهم كرب. أنا مثلا أعرف مرشد سياحي سلف السياح اللي معاه أجرة التاكسي. زمان حضرتك السياح كان بيجي في الأقصر وأسوان بالليل
ينزل بالتوكسيدو وبالفير ويطلب ازازه الشمبانيا وهو بيتعشى. النهارده انت بتلاقي السواح بيجي اربعه مع بعض بيخمسوا في ازازه بيره. فين ايام زمان، ايام السياحه الجميله؟ كان البروجرام بتاع السياح كده ينزل يصرف نص فلوسه على الخمره والنسوان، وبعد كده يحجز اوضه، احسن اوضه في النار يبات فيها. بس مش مهم، مش مشكله. ايه يعني فشلنا في استقطاب السياح الاجانب؟ عندنا السياح العرب عادي يعني، ولا يهمنا، نجيب سياح حر. النهارده نتكلم بصراحه، اهم سوق لينا دلوقتي، اهم سوق لينا من اللي انا شفته في شرم الشيخ، السوق العربي، اسرع سوق واهم سوق، اللي هو اشقائنا المملكه العربيه السعوديه يجي لنا منها 3-4 مليون. انا بتكلم في ارقام مش بتكلم وبس، 3-4 مليون من المملكه، يجي لنا من الامارات، يجي لنا من لبنان مليون نص. ماء ماء ايه؟ ماء ايه؟ بص يا استاذ احمد، ابوس ايدك، كمل جمله على بعضها، قول اي معلومه، مبتدا وخبر، فعل فاعل مفعول، مش ممكن. بص انت شكلك كده تعبان وعمال ترجع من الصبح، احنا هندي لك الدواء بتاعك وتعالى تاني اكيد نقدر نطلع منك حاجه. مليون نص. مليون نص. ما 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 بص عموما يعني اللي فهمته من العبر اللي انت كنت بتقوله ان الاجانب دول مش مهمين، يولعوا، اهم حاجه عندنا ان احنا نركز على العرب، نركز على العرب بحمله اعلاميه محترمه بقى، نفكنا بقى من جو السيديهات والملصقات ده، نركز ازاي نجيبهم مصر بحمله محترمه. كان في شركات خاصه اعلنت مبادره لتنشيط السياحه العربيه، وتحديدا استهدفت الجمهور العربي او الخليجي اللي موجود في منطقه الخليج، السعوديه وحط شعار تعالى مصر بريال. ريال؟ ريال واحد وماله، نعمل لهم باكج بريال، ده الصح. بس يا ريت بقى نوفر لهم مكاتب صرافه بقى، بحيث ان السائح اللي يعرف ينزل مصر يعرف يحول الريال بتاعه عشان يقضي الكام سنه اللي هيعيشهم في مصر بالريال بتاعه. والله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، امر يا شيخنا. والله يا بدي رحله عندكم، واستفسر على رحله اللي هي تبع 2 ريال 1 ريال. باكج الواحد ريال. 1 ريال. ده حضرتك يا فندم، ثواني كده. يا فندم فعلا موجوده، دي شامله الغردقه، شرم، دهب، السخنه، الاهرامات والاقصر، مع حجز طيران درجه اولى وفندق 5 نجوم، فطار غدا عشاء، مع رحله لخان الخليلي. ما في بلطيم؟ لا للاسف ما فيش بلطيم. جميل وايد. بدي استفسر عن الباكج 2 ريال. 2 ريال يا فندم؟ 2 ريال يا فندم، نفس الكلام اللي فوق، مع بتاخد شويه حجاره من الاهرامات وشويه بقى تماثيل من معبد ابو سمبل وسباطه موز. سباطه موز. بدي اخد واشتري حقكم الخمس ريال. 5 ريال؟ ثواني كده اشوفها لك يا فندم. لا 5 ريال يا فندم، بتاخد تيران وصنافير معاك. يلا الحمد لله. يا رحمك الله. بصوا هو واضح كده ان لا سياحه عربيه نافعه ولا سياحه اجنبيه نافعه. خلينا نركز مع اولاد بلدنا، نجيب من الاخر، محدش هينصفنا الا اولاد بلدنا. لقيتوا شرم كتير. كتير جدا. لقيتيها بقى قبل الازمات اللي مرت؟ طبعا جاتها. المختلفه هي مختلفه طبعا، لان معظمها دلوقتي للاسف مصريين. يا للاسف اغلبها مصريين. ياي ايه القرف ده؟ مش معنى اني وطنيه واني بنزل من باريس على شرم الاقي مصريين، ايه الياعي ده؟ بس للاسف فيها مصريين غصبا عننا، لانها مصريه للاسف. ممكن تبقى تاخديها معاكي وانت راجعه من اوروبا تقعدي فيها براحتك. احنا على فكره لسه باعين جزيرتين بخمسه ريال، اول ما ينزل عرض ان شاء الله على شرم هنكلمك على طول، بس لحد ما ينزل اوكازيون معلش يعني، ممكن نستحمل ريحه المصريين شويه، ننزل لمستوى المصريين. طب تعالوا يا جماعه نفكر بره الصندوق شويه، تعالوا نفكر بره دايره الافكار التقليديه. في كالندر اوف ايفنتس في السنه مدعمه من الدوله تحت رعايه الدوله تحت رعايه الرئيس دايركتلي، 6 ايفنتس عالميين، انت لازم تجيب اللي الاقوى واحد زي ما يعني زي ام كلثوم بتاعه ايطاليا او بتاعه المانيا وتجيبها عندك. عارف انت بقى الحل ده؟ حل صح،
نجيب ام كلثوم، ما نجيبهاش ليه؟ نجيب فيروز بتاعه المانيا، عبد الوهاب بتاع المكسيك، عبد الحليم بتاع كندا. نجيب عبد الحليم بتاع كندا. انه كان جاي لك مطرب عالمي، موسيقار عالمي اسمه براين ادمز، جاي لك مصر. براين ادمز مطرب شهير جدا. براين ادمز مغني عالمي رائع، شهرته في العالم غير طبيعيه. براين ادمز ده واحد عامل زي مايكل جاكسون كده، عامل زي ريهانا وبيونسي وشاكيرا اقوى كتير من اوكا اورتيجا عندنا. يا عم ولو زي اوكا اورتيجا او اقوى منهم، المهم يبقى مشهور كده والعالم كله عارفه وبيسمعه وعنده جماهيريه كبيره، نستغلها صح بقى، نستغلها ونعمل دعايه حلوه للسياحه عندنا. شفنا كلنا الازمه الخاصه بجيتار براين ادمز، راحوا واخدين الجيتار بتاعه وراحوا ايه معلمين عليه في الشحن في مطار القاهره. عبقري زمانه قام جايب علبه بويا وقام كاتب على الجيتار نفسه، وراحوا كاتبين عليه كده من هنا، مش مثلا جاب ورقه او لزق ستيكر على الجيتار، لا، جيتار براين ادمز علمه عليه فعلم علينا العالم اجمع. خلاصتها انه الجيتار بتاعه زي ما حضراتكم شايفين حصلت فيه مشكله من فوق كده اوتار كمان اتشالت منه او حاجه يعني معقده كده. من موظف قاعد على مكتبه مش فارق معاه سمعه بلد كامله. من فوق رقبت كده يا ريس الحبل نفسه. عارفين بقى اللي هو ايه يعني، بدل ما يحطها على ورقه ويلزقها بس ولا بتاع، لا اكتب يا عم على الجيتار وخد اهو يعني كده. مفيش ورقه، ده ان شاء الله الزقها بال، انا اسف يعني مش عايز اقوله بقوه، خلاص بلاش اقولها بالبتاع، مش عايز استخدم يعني تعبير انه ده بيشوه سمعه مصر على وقعه كده الحقيقه يعني اكتر مما يحتمل شويه الموقف. يا عم ده يحمد ربنا ان هي جت على قد كده، كان ممكن يبقى الوضع اسوأ من كده بكتير على فكره. وبعدين هو ايه اللي مكتوب على الكتار ده؟ انا مش فاهم اي حاجه، هو احمد موسى اللي كاتب الكلام ده ولا ايه؟ يا رب بس ما يرجعش عليه. يعني مش عارفين نستقبل سائح واحد، امال هنستقبل 10 مليون سائح ازاي؟ خطه 6 في 6 وبتاع والمجلس الاعلى للاثار والسياحه وده الصح. طب بلاش نفتحنا، تعالوا نتعلم من بلاد بره، نشوف بلاد بره بيعملوا ايه ونعمل زيهم. هيروشيما سياحة الحزن. دلوقتي السياح اللي بيروحوا اليابان في سياحة اسمها سياحة الحزن، بيروحوا يتفرجوا على الأحزان اللي حصلت في هيروشيما. بس الحزن ده لعبتنا، انتوا كده جيتوا في ملعبنا. بصوا احنا نعمل مزار للبطالة ونجيب سياح يتفرجوا على ناس مش لاقي شغل على القهاوي، نحبس متظاهرين في استاد ونسيب عليهم الشرطة بحضور جماهير أجانب. سياحة حزينة ايه؟ ولا ليه نكلف نفسنا؟ كفايه انك تبص في وش واحد مصري، هو في حزن ايه اكتر من كده؟ خلاص ما بقاش قدامنا غير ان احنا نعيط وندعي ربنا يحلها من عنده. يا جماعه الناس اللي بتتكلم على السياحه دي، ما فيش موسم السنه دي، والله ما في. مشكله السياحه امر الله سبحانه وتعالى. السياحه وامر الله، امر الله، امر الله. فشل السياحه امر الله، اعترضوا بقى على قضاء ربنا. هو كده ما فيش موسم السنه دي خالص؟ طب ما ينفعش نلعب الموسم ده من غير سياح؟ ده احنا عملنا مجلس اعلى للسياحه وجبنا مدير فني وعملنا اللي علينا وايدناه عشان ده الصح. طيب يا جماعه يا ريت بقى ما حدش يسال المسؤولين عن اي مشاكل تاني في البلد، لان يوم ما تسال المسؤولين على اي مشكله هم فشلوا فيها هيقول لك ده. استنونا الفقره الجايه. بكم تاني في جوشو. لكل بلد سيادة وطنية وأمن قومي، وطبعا دول لازم يكونوا خط أحمر عند النظام الحاكم للبلد، وطبعا مش أي حكومة تقدر تحافظ عليهم غير لما تكون حكومة قوية ومتماسكة، ولازم يكون عندها جيش قوي. مين بقى في الوطن العربي عنده أقوى جيش في المنطقة؟ الجيش العربي السوري. الجيش العربي السوري، الجيش العربي السوري في كل منطقة ظهرها له فضل على الإنسانية في رمتها. الوقوف أمام نجاحات الجيش العربي السوري. الجيش السوري تمكن من شق طريق صحراوي. هذا يدلل بالفعل بأن الجيش العربي السوري أصبح قوة لا يستهان بها في الإقليم، وهذا ما تحسب له إسرائيل ألف حساب.
أي نقطة يريد الجيش الدخول إليها أثبت أنه قادر. يعني اسألي شخص في سريلانكا من يحارب داعش سوف يقولون لك الجيش العربي السوري. تجراسي أنا تجراسي أنا تجراسي الجيش العربي السوري. عندما يحقق الجيش العربي السوري وحلفائه الانتصارات المتلاحقة في الميدان هي تدافع عن العالم، تدافع عن تقسيم العالم، تدافع عن رسم خرائط جيوستراتيجية مشبوهة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. الجيش العربي السوري مش يقول لك ميليشيات الأسد. ميليشيات إيه يا ابن ال في يا ابن ال طلع الجيش العربي السوري ميليشيات يا ابن ال لا كده جيش بشار اتهزق رغبة. انتوا عارفين محتاجين ايه؟ محتاجين تعملوا صبغة دينية للجيش بتاعكم عشان الشعب يعرف يحترمه. عندنا في مصر عملوا كده، قالوا ان النبي قال عليهم خير اجناد الارض وفرضوا الحديث ده في المدارس بالعافيه. المهم انتوا لازم تعملوا كده، الفوا حديث ولا اقول لك؟ هقول لك فكره عبقريه، هاتوا حديث صحيح وفصلوه عليكم. يقف بضعه الاف من جنودنا كما وقف المسلمون يوم بدر وكما قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوم بدر، ربي إن لم تنصر هذه العصبة فإنك لن تعبد ولن تسبح بعد. إن هزمت سوريا فوالله لن يكون هناك إسلام ولن يعبد الله حق عبادته، وأعتقد هذا محال. لولا بشار وجيش بشار ربنا مش هيعبد على الأرض. غشيم وسعت منك دي مش للدرجة دي. طب بص هنعذرك بس عشان انت لسه مبتدئ ما انتش خبرة، انتوا محتاجين تاخدوا منها عند الشيخ علي جمعة. المهم اكيد بقى جيش بالمواصفات دي محدش هيقدر يتجرأ عليه وانه يدخل في مواجهه معاه خالص، خصوصا عدو اياه اللي كنا عارفينه، مستحيل يقرب من سوريا. في اعتداء سافر قام العدو الاسرائيلي بعد ظهر اليوم باستهداف منطقتين امنتين في ريف دمشق. الغارات الاسرائيليه ليست الاولى، انها ثالثه منذ بدايه العام والثانيه التي تستهدف جمرايا في ريف دمشق. غارة إسرائيلية هي الرابعة هذا العام تستهدف العمق السوري بعد جمرايا ثم قاسيون فجمرايا مرة أخرى. أنت إسرائيل غارتين جويتين على سوريا في حين أغار الطيران الإسرائيلي على قواعد مدفعية للجيش السوري بعد أكثر من غارة إسرائيلية على سوريا. لا إسرائيل تهورت، المسألة كده خرجت عن السيطرة، محدش يقدر يعتدي على الجيش السوري من غير عقاب. دول حفروا قبرهم بإيديهم، لعبوا في حداد عمرهم. بشار مش هيسكت أكيد، دول اعتدوا على عرين الأسد. لا شك أن إسرائيل بهذا التصرف الأرعن وهو تصرف استفزازي للدولة السورية. إنه المرة القادمة اللي بدها تتجرأ إسرائيل إنها تطلع تعربد بالأجواء السورية، المرة القادمة في أوامر بالرد وبإطلاق النار وبرد الصواريخ دون الرجوع للقيادة، خليه تطلع بقى خليها. الرد سيكون هذه المرة صاعقاً. وستختار سوريا الوقت ولن يكون بعيدا. أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن سوريا سترد فورا ومن دون طلب تعليمات من السلطات العليا على أي هجوم إسرائيلي جديد على أراضيها. الدولة السورية الرد في المكان والزمان المناسب. نحن أبلغنا كل الجهات التي اتصلت معنا العربية أو الأجنبية وأغلبها أجنبية بأننا سنرد في المرة القادمة. كبير برضه، راجل واثق كده من نفسه ومش هيرد الا بالطريقه اللي هو عايزها وفي الوقت اللي هو عايزه والمكان اللي هو عايزه. هي دي القياده الحكيمه اللي ما بتقعش في فخ اعدائها وما بتنجرش ورا التحرشات الاسرائيليه، لان بشار لو رد هتبقى كارثه. ده من بيت الاسد، يعني دي ناس اسود بتاكل على طول. مش هم في الردود الخايبه زي بقيه الدول التعبانه اللي بترد ردود سياسيه ويقول لك ردود استراتيجيه؟ ده راجل بيخش ينهي، راجل عسكري ما يعرفش غير الرد العسكري، مش حاجه اسمها رد استراتيجي. نحن إذا أردنا أن نرد على إسرائيل يجب أن يكون الرد هو رد استراتيجي. زي ما قلت لكم بالظبط، ده راجل استراتيجي بيرد رد استراتيجي، مش رد عسكري طايش. أي حد عنده طيارات وصواريخ يقدر يضرب، هو زرار يدوس والصواريخ تفرقع. بس نبقى عملنا إيه؟ كده ضيعنا الرد الاستراتيجي، لأن إسرائيل كانت متوقعة من بشار إيه؟ أكيد كانت متوقعة رد عسكري، لكن القائد الحكيم فاجئهم وفقعهم واحد استراتيجي. المهم يا جماعه عشان لو حد مش فاهم فن الحروب نبسطها له. اسرائيل بتضرب صواريخ داخل سوريا وبشار بيضرب استراتيجي داخل اسرائيل. محدش بقى يسالني يعني ايه ضرب استراتيجي عشان انا والله مش فاهم. هو الوحيد اللي فاهم بشار بصراحه، لان هو اللي اقترح ان اللي يديك بوكس في وشك تديله انت واحد استراتيجي في وشه. خلينا نتكلم جد يا جماعه، اكيد بشار وجيشه عندهم سلاح قوي بيهددوا بيه، مش معقول كله كده استراتيجي استراتيجي. في الاخر الاستراتيجي ده يعني مش بياكل عيش، لازم يكون في ردع.
أدركت واشنطن أن الرئيس الأسد يسعى إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي، مما أصبح يشكل قوة ردع هائلة في المنطقة يهابها الغرب ويحسب لها ألف حساب، وجعل الدفاعات الجوية متنقلة، وبالتالي يصعب على إسرائيل والولايات المتحدة التغلب عليها. الجيش العربي السوري وهو ما زال حتى اللحظة يمتلك قوات الردع الحقيقية من دفاع جوي، وبالتالي هناك تركيز كان من إسرائيل على الدفاع الجوي. إن سلاح الجو الإسرائيلي منزعج من التطور المتواصل في قدرات الدفاع الجوي السوري في السنوات الخمس الأخيرة. تؤكد القيادة العسكرية في سوريا تؤكد استعدادها للتصدي لأي عدوان محتمل على أراضيها، وباتت دفاعاتها الجوية والقوات العسكرية جاهزة لإلحاق الهزيمة بالمعتدين. أيوة كده، دفاع جوي يلسوا على العدو، هي دي الاستراتيجية اللي احنا ما كناش فاهمينها. قلتلكوا خلوكم معايا للآخر، الراجل ده عنده مفاجآت، ده طلع مجهز صواريخ دفاع جوي تخرم طيارات إسرائيل في السماء، وبخلي بقى طيارين إسرائيل ينفعكم لو دكورة بس كده، لو دكورة يهوبوا ناحية سوريا. سمع عم نتنياهو؟ جاءت كلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي واضحة، نعم أسقطنا طائرة حربية سورية ولن نتردد بتكرار ذلك مستقبلا، لا وبل الرد عليه بقوة. أنا بقول نرجع بقى للاستراتيجية. الفكر الاستراتيجي بيقول مش كل ما عدوك يوقع لك طيارة تروح انت بقى مطلع كل حاجة عندك كده وكشف كل أسلحتك، دي كده ما تبقاش استراتيجية، ما توقعش بالفخ. نتنياهو عايز يوقعك، وخصوصا ان إسرائيل مدعومة من أمريكا، وسوريا ما تقدرش تواجه امريكا، لانك لو واجهت امريكا هتشوف الاستراتيجيه في عز الظهر. واحنا برضو يا جماعه ما نحملش الراجل في قطاطه، كلنا عارفين ان اسرائيل طفل امريكا المدلل، لو خبطتها قلم امريكا هتديك شلوت. من الاخر بشار مش هيعرف يعمل حاجه مع اسرائيل، لكن لو اي حد غير اسرائيل، يعني اي حد كده غير اسرائيل هول بس ناحيه سوريا، اكيد بشار هيشيله من فوق وش الارض. اتهمت وزارة الخارجية السورية الحكومة التركية بالقيام بعدوان عسكري غير مسبوق على سيادة الأراضي السورية. يأتي ذلك بعدما أكد مصدر عسكري سوري إسقاط تركيا طائرة حربية سورية في ريف اللاذقية، مضيفا أن عملية الاستهداف تمت في الأجواء السورية. كلنا عارفين أن تركيا ونيتو يعني أمريكا، ومش هنعيد بقى اللي قلناه، بس حد لاحظ حاجة؟ أن كل المعتدين على سوريا بيضربوا عن طريق الجو، حدش عنده الجرأة ينزل يواجه الجيش السوري على الأرض، لا إسرائيل بقى ولا تركيا ولا أمريكا نفسها تقدر تدخل الأراضي السورية. أكد وليد المعلم وزير الخارجية السوري أنه لا أحد يجرؤ على التدخل بريا في سوريا. من يريد أن يتحدى بالحل العسكري فليتفضل، أنا وجدت في المرة السابقة أن الصناديق الخشبية مكلفة، ممكن إرسالهم بصناديق بلاستيكية. ايوه كده يا معلم، ادوهم استراتيجيه بلاستيك كده من عندك. كان نفسي اسمع حد كده من العرب بيتكلم من الثقه دي من زمان، رجع لنا امجاد العرب. بقول لك يا معلم، مش ناويين تتوسعوا شويه؟ يعني تخشوا شويه كده في الاراضي التركيه طالما انتوا اقوياء كده وجامدين على الارض. اعلنه رئيس الوزراء التركي احمد داوودوغلو أن بلاده قامت بعملية عسكرية داخل الأراضي السورية، وتأمى المسافة فقدرت بنحو 35 كيلو مترا من داخل مدينة عين العرب وصولا إلى الضريح. ده انتو ملطشة يا راجل، جو وبر وبحر، مش فالحين بس غير في ترقع التصريحات وشوية جعجعة بالكلام. المشكلة أن الجيش العربي السوري قادر فعلا يقصف ويضرب ويهدد، لكن مين؟ شعبه، الشعب اللي استحمل الفقر لسنين طويلة عشان يسلح الجيش اللي المفروض يسوم كرامته ويسترد أرضه المحتلة، فجأة لقى جيشه بيضرب فيه وبيدمر مدنه وبيهجر الناس بالملايين. كل ده ليه؟ عشان الشعب الحر طلع مظاهرات ضد النظام. ساعتها الجيش اعتبر الشعب ده عدوه الأول وراح مواجهه بكل ترسانته وصواريخه وطياراته، في الوقت اللي الجيش ده ما يقدرش يضرب رصاصة واحدة في الجولان أو حتى يتصدى لأي اعتداء جوي أو بري أو بحري طالما الاعتداء ده جاي من العدو، لان الجيش ده اصلا ما اتعملش عشان يحارب العدو، وهي دي الاستراتيجية. استنونا الفقرة الجاية. اهلا بكم مرة تانية في اخر فقرة من جوشو. احنا النهاردة سعداء جدا باستضافة احد الناجين من استراتيجيات بشار، ضيف ومش اي ضيف. الضيف ده عمل ضجة كبيرة جدا ببرنامجه على وسائل التواصل الاجتماعي،
الضيف ده جاي من سوريا ومش من اي مكان من سوريا، جاي من حمص، حمص اللي مشهورة بخفة الدم. رحبوا معايا بعبد الرحمن الدندشي الشهير بحمصود. اهلا بيك معانا. في البداية تحب اقول لك يا عبد الرحمن ولا يا حمصود؟ مين عبد الرحمن؟ هي حمصود. بس اذا بدك بحمصود قول دال بالاخير ما حمصون. في ناس بتقول لك يا حمصون. أوف. كمان كتير دلع. دايما دلع. اي حد بيعمل برنامج بيتنده ببرنامجه. انت ما بيقولوا لك جو؟ جو تيوب على طول. انا ميسيو جو. طيب حمصود، انا اول ما شفت البرنامج بتاعك لاحظت حاجة غريبة جدا، انت مأفورها زيادة او مزودها على الدراما السورية، مع ان الدراما السورية دي من انجح الدراما العربية. هل ده مثلا حبا فيها انك عايز تطورها ولا ده في سبب تاني؟ هلا قبل ما اجاوبك خليني اترحم على شهيد استشهد من يومين. شهيد الطفل قصي يلي استشهد بالطيران السوري على حلب. قصي كان يمثل دور ابو عبده بالمسلسل ام عبده الحلبيه، الله يرحمه ويرحم جميعا. رب ويرحم كل الشهداء. امين. تفضل. كرهان بالدراما او حبا بالدراما بعيد كثير عن هذا الحكي. يعني الدراما السوريه حاليا هي ماده جيده جدا انك تقدر تشتغل عليها برنامج ساخر. بالاخير لا بتطلع عليها لا كموالي وكمعارض، بالاخير كحياده تماما. بيشتغل عليها على هذا النسق، وهي عم تزت لك مواد كتير. يعني 33 عمل كان موجود هاي السنه. انت اصلا دارس اخراج او يعني بتنتقدها عن دراسه ولا كمشاهد عادي؟ هلا شوف، الخلفيه انه دارس انا اخراج، الخلفيه الاكاديميه كتير عم تساعدني. بس بشكل عام لما اشتغل بالبرنامج لا، حاول كعين مشاهد بسيط طبيعي عم نحكي بهذا. تلقط انت حاجات. طيب نوري السادة المشاهدين مقطع كده صغير من برنامج حمصود، علشان يعني حتى اللي ما كانش متابع يتابع معانا. شوف الفيديو ده. هون الزلمة بيحاول يعالج ايده، بيروح واحد من رفقاته بيعالج له ايده، ما بتزبط، بجيبه الدكتور بيقول لك ايده ايده ايده. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقرر يقطع له اياها. بدك خدت متر دراعي يا اولاد الحرام، قطعت دراعي يا اولاد الحرام. ما حدا بيعرف وين الايد، ما شاء الله. مدرسي مدرسي بيقطع الايدين. مدرسي للدرجه دي؟ انت تعلمت كيف تقطع ايدك؟ لا يعني تمثل؟ سيبك ان المخرج ما خدش باله. طيب مساعد المخرج، مدير الاضاءه، الصوت، المونتاج، ده اي حد معدي في اللوكيشن اكيد هياخد باله من حاجه زي كده. هن ملتهيين عندهم وظيفه تانية، عم يحاولوا يوقفوا قدام اي بلور مشان يعملوا باي للكاميرا. ويطلعوا كتير مشاهد طالعين فيها وباي للمشاهد. حمصود بصراحة مين اللي بيمولك؟ كتير صح؟ يا سيدي برنامج حمصود إذا بتتابع أول كم حلقة هي أنت كأنك عم تضرب سمعته للي قاعد عم يمولني. الكاميرا كاميرا الموبايل أفضل. هاي الكاميرات القديمة الأول شيء نزل. ما معلش، ما هو ده عشان برضو يعني تمويه؟ تمويه، خدعة. صح؟ كانوا المشاهدين يسكروا كل شيء بالبيت حتى يقدروا يسمعوا الفيديو. كانت المعلومات توصل لهم عشان ما حدش يقدر يقول انك ممول. لكن دلوقتي استديوهات بقى بتعرف هوليود كلها صارت عندي كاميرات الريد اللي قاعد اصور فيها. طيب ما تيجي نتعمق اكتر في الدراما السوريه من خلال برنامجك برضو، ونشوف حته كده من اللي بيسموها صناع دراما الراكور بتاعه الغسيل دي. تعال نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. العمل كان كثير مركز على موضوع انه ابطال هاي القصه كيف كانوا بال2000 وال2001 وال2015، ولكن بذكاء المخرج كانوا ينقلوا لنا بعض التفاصيل المهمه كثير، واللي برايي لولا هذا الذكاء ما كنا نحن توصلنا لهاي المواضيع. على سبيل المثال فناننا بيكون ماشي بهالشارع. بشير. وفجاه يخطر على بال المخرج انه يعمل له فلاش باك او يرجع بالزمن 15 سنه. بشير ابو البشر. لك علينا رامز، لو طلب اليوم ليرة كان احسن لي. طقمه تغير، السيارات تغيروا، ولكن في سر خطير جدا، المحقق كونان سوف يظهر. بشير بشير. في فوق غسيل صار له منشور 15 سنه. انا بتمنى ان اي حدا بيعرف هذا البيت يروح يطمن على هاي العالم. تفتكر ليه ما خدوش بالهم من الغسيل المنشور ده؟ هني ما هذا موجود اصلا، يعني هذا هني هو هيك كان. ليش سكان هذا البيت هني غاسلين ثيابهم، بس غاسلينه كتير منيح، فبده وقت حتى ينشف. 15 سنه خلوه منشور. طيب في سؤال كده وانا بتفرج دلوقتي جه في بالي، قد ايه بياخد منك وقت انك تقعد ترصد وتتابع الاخطاء دي؟ وهل دايما بتلاقي اصلا؟ يعني هل على طول في اخطاء في كل دراما السوريه؟ لا، في مثلا مسلسل
أو اثنين كان صعب يعني لأنه كانوا جيدين، مخرجين جيدين وممثلين جيدين، بينما الأغلب لا يعني هم إيه؟ اللي هم إيه؟ الندم والعراب كان صعبين كتير. بس طلعت منهم؟ آه عملت حلقتين عن الندم وإسا في حلقة ثالثة، والعراب عملنا نص حلقة وكمان في حلقة لقدام. طيب اللي عايز يعمل زيك، اللي عايز يقلدك في حتة الانتقاد يقعد يتفرج على المسلسل بأنهي زاوية أو بأنهي ناحية؟ هلا شوف، فينه اي حدا يشوف المسلسل السوري لانه مليان مليان اخطاء، كل واحد حيشوفه من زاويه. هلا يمكن مثل ما قلت لك لاني دارس في بعض الاخطاء بحاول ارجعها شوي انه كيف درسنا نحن فهذا ما بصير هذا هيك، بعدين بحاول ابسطها للكلمه كيف بدي اقولها بطريقه معينه بحيث المشاهد اللي ما انه دارس بهذا المجال يقدر يفهمها. بس اي حدا فينه ينقد راح يقدر ينقد بطريقته او يسخر من هاي الماده بطريقته الخاصه، يعني ما شرط انه يكون دارس، ما شرط يكون عنده هاي الخلفيه. ايه ردود الفعل اللي انت بتعمله ده؟ يعني هل حد في حد يكلمك مثلا من المخرجين او الممثلين او الفنانين السوريين؟ في وتواصلوا معي او بشكل عام بيتواصلوا بالنقد ولا بالايجابي؟ والله هيك وهيك، في منهم مثلا بيقولوا لا انت نقدت بهاي الطريقه فاتت عليك، كان لازم تشوف الحلقه اللي بعدها حتى تعرف مدري كيف. بس بتعترف بغلطك ولا مباشره اذا صار اي خطا بالحلقه اللي بعدها مباشره بنقول صار في خطا فلاني صار عملنا هاي الشغل. جميل جدا. طيب حمصود، النهارده الدراما السوريه كلها بتنتج من قبل النظام، يعني نظام بشار هو اللي بينتج الدراما دي، هل انت بتنتقدها علشان تنتقد نظام بشار من غير او بطريقه غير مباشره؟ ما تخافش قول، يعني عادي. هو حتى لو كده كان مش راجع يعني. حتى لو كان غير طريقه غير مباشره بحكيك هذا صار طريقه مباشره. انت اكيد مش قادر تواجه النظام فعمال بقى تضربه بطريقه غير طريقه استراتيجيه. بالظبط. لا لا، هو مثل ما قلت لك بشكل عام برنامج حمصود ما بدخل فيه ابدا سياسي او ميول سياسي، بينما العالم المشاهدين هني بيعرفوا شو انا كيف فكر من خلال متابعه حساباتي الشخصيه بكل حيادية بيشتغل. حتى في المعارضة أنتجوا مسلسل عملت عليه 4 حلقات ورا بعض، عملت حلقات على المعارضة. أيوة على مسلسل تابع للمعارضة، حتى لو طلع عمل جيد من النظام أنا حقول عليه جيد. الموضوع عندك فني أبدا تماما. بس ليه أغلب اللي بيهاجموك بيكونوا من المواليين للنظام، الناس الموالية للنظام؟ هذا يا سيدي لأنه في عند البعض للأسف البعض اللي هو الموالي المتطرف بفكره يعني ما المعتدل. إذا بتهاجم أي شيء على سبيل المثال جنز أبو عصام يلي بباب الحارة، فأنت مسيت السيادة الوطنية. فبتلاقي الكومنت مباشرة نزل، أنت يا ابن بلدي عم تنقض درامة بلدك يلي ربتك ده المؤدب. بس بهاي الطريقة الدرامية رفت، بعد شوي أنت بتحس واقف على خشبة المسرح صار سبوت لايت عليه عم يعمل لك هيك، يجي الآن نوب لوك ما يكفي. وحتى في المعارض المتطرف كمان بفكره بيقول لك أنت شو عم تعمل برنامج ساخر، أنت واحد فاضي روح نزيل على البلد اعمل أي شيء مفيد لك يا عم، بقى غيري أنا خلاص أنا برنامج ساخر ترفيهي قسم قليل يعني دقايق قليلة كل أسبوع. هل حصلت هجرة من الممثلين والمخرجين السوريين زي ما حصل هجرة للشعب؟ أي طبعا، لأنه في ممثلين رافضين يمثلوا بالسيناريوهات اللي عم تنتج داخل الفروع الأمنية بسوريا، فعم يحسوا أنه فيها إهانة لإلهم، إهانة لنفسهم لكرامتهم، فهاجروا لبرا. كل الدراما السورية بتنتج من قبل النظام في سوريا؟ أي. هل في دراما بتنتج برا سوريا؟ في كان محاولة واحدة وما كانت يعني مثل ما نحن بنتأمل، مع أنه كان المخرج والممثلين واللي كتبوا كانوا عالم مبدعين ومعروفين. الظروف بتحكم يعني، الشغل جوه بلدك مختلف تماماً عن ما تسافر برا بضغوطات اجتماعية وسياسية. ما أنا مبرر، بس بظن كان عنده مشاكل بالإنتاج، خصوصاً كان أول عمل ينتج للمعارضة، فهني ما عرفان يتحكموا ببعضهم لأنه كان في خطوط حمراء ما لازم يشتغلوا براتها، هن تجاوزوها، فأول مرة بيشتغلوا بهاي الطريقة، يمكن ما تعودوا. طيب في رمضان أو مسلسلات رمضان وغير رمضان الكل بيبقى حابس أنفاسه من الفنانين مين هتكون البطلة السنة دي أو البطل السنة دي. تعالوا نشوف المقطع ده ونقول للمشاهدين مين اللي كان البطل. كل 4 وانتم بخير. اليوم الحلقة مميزة مختلفة مثيرة، كتير عالم لما حطيت صورة الحلقة على الفيسبوك تفاعلي، كمان كتير عالم كانت عم تستنى صاحبة الشفايف الحمراء دائما، صاحبة الصوت المبحوح، صاحبة أكبر سيليكونات فيك يا بلد. بعد ما عندك المتابعة شو علي؟ كل شي لحزاب هيك بتفيق مكياج
الحمرة الحمرة موجودة لازم لازم، وشعره مزبط ما انه هذا الهيكل بفيه منكوش، شعره معمول له سشوار مكياج كامل بالذهب يلي عليها هيك بتفيق. طب تصدق ان انا بصحى من النوم بالتسريحة دي؟ انا اساسا ما بسرحش. تقربوا بعض انت وياها؟ انا ما بسرحش اساسا. فيها ايه؟ فيها ايه يعني لما تصحى كده من النوم او الممثله يعني تصحى من النوم تسرح شعرها الميك اب بتاعها كامل؟ ايه المشكله عندك؟ ما في اي مشكله. على الاقل حتى يعني لو صحيت بوشها الحقيقه تبقى كارثه. كان العالم ما اتفرجت على المسلسلات. لا في في احنا بقى محتاجين ده. في عنا احلام ورديه كثير بالدراما السوريه كثير كثير. في عنا حتى بيطلع ضابط المخابرات هذا اللي بيقتل العالم اللي بيضربون بيطلع اشقر عيون زرق يعني مثلك معضل جسمه فهو ودي انت غيران منه ولا ده نقد؟ لا لا عم بفرجيك انه انا احيانا بتمنى كمان هيك ما انت عم تقول لي انه ليك شو في الحياة ايوه مرته بتكون طبيبه نفسيه هو بيلعب باليه بعد الظهر عنده قطه بالبيت بيخلص المجزره تبعه بيرجع البيت بيلعب باليه. طيب في سؤال برضو انا استغربت شويه، انت في كل فيديو بتعمله بتقول كل اربع وانتم بخير، يعني ايه علاقه يوم الاربع وايه حكايه يوم الاربع معاكم انتم السوريين؟ بقولوا المغول لما فاتوا على سوريا بلشوا بالمدن السوريه، فالحماصني سمعوا انه المغول جايين وعم يخربوا الدنيا وهاي الامور اللي كانوا يعملوها. فراحوا مشوا بالشوارع حطوا طناجر على راسهم وصاروا يدقوا. طناجر اللي هي الحلل. الحلل ايوه صاروا يدقوا على راسهم، فاجوا المغول على حمص فراحوا قالوا شو هذا الشعب المجنون؟ ليش حتى نحن نحتله؟ فحمل حاله وراحوا، فاحتلوا كل سوريا الا حمص. فصاروا يقولوا هذا عيد الحماص، هذا كان يوم اربعه. طيب بمناسبه بقى كل اربع وانتم بخير، انا حابب اقول للساده المشاهدين كل خميس وانتم بخير، واستنونا الحلقه الجايه من جوشو ونورتنا يا عبد الرحمن. اشوفكم على خير. شكرا.